مين ما بيحبش انه يتابع ادوار الام اللي بتقدمها الفنانه الجميله سوسن بدر، وواضح جدا ان قدرتها لاداء الدور نابعه من حياتها الخاصه، فهي جدا مثاليه بالنسبه لاحفادها. وكمان اتكلمنا معاها ازاي بتقضي اوقاتها معاهم وايه هي النشاطات المشتركه بينهم. حياتي دي تقف عند حد معين، بعد كده تبدا حياتي الشخصيه، خلاص ممنوع التجاوز. سوسن بدري اللي اشتهرت بأدوار الأم بكتير من الأعمال السينمائية المميزة تجمعها علاقة بأحفادها خاصة جداً ومواقفهم اليومية بلا حدود. ما دام عندي الشغل انا مع احفادي، كل اللي هم عايزينه، اللي حتى اللي بعرفه واللي ما بعرفوش، ومعظم الحاجات ببقى مش عارفاها، بس مش ببين ان انا مش عارفاها، لغايه هم ما بيكتشفوا ان في حاجه انا مش فاهمه خالص اللي هم بيعملوه ده، فيبتدوا يا اما يشرحوا لي او يزهقوا مني، واحده في الاثنين يعني. وعن اكثر الادوار لسوسن بدري اللي بتفضلها احفادها حكت لنا عن ارائهم الفنيه. والله معظم الادوار ولو ان هم برضو نقاد حادين جدا، لما بيبقى في حاجه مش عاجباهم بيبقوا صراحه قوي، ما بيجاملوش. كمان كشفت لنا عن مين يلي بيملك اهتمامات فنيه من احفادها. ملك ومايا، يوسف اهتماماته هندسيه وحاجات اكتر مننا، لا هو طيران وهندسه ومش عارفه ايه وحاجات كده. التكنولوجيا كتير بتكون عائق للتفاهم بين الاجيال، بس يا ترى كيف بتقدر تواكب التطور التكنولوجي واهتمامات احفادها؟ ده ما اقولكيش انا بقى في التكنولوجيا الحديثه، ده انا بنسيهم هم اصلا التكنولوجيا يعني. بيقعدوا يشرحوا لي حاجات كتير جدا، وشايفين ان هي بسيطه وتتفهم بسهوله، بالنسبه لهم هي بسيطه لان هم اتولدوا لاقينها، بالنسبة لي أنا لا، مش نصيب، مش بسيطة طبعا. فيعني بنفضل كده للآخر، حد فينا بيغلب، وغالبا هما اللي بيغلبوا، وبينحوني جانبا وبيعملوا اللي هما عايزينه، ما بيقعدوش خالص على التيك توك.